الفرق الدوري الممتاز او المديرين الفنيين في حيره بخصوص بدايه الدوري، يعني على الاقل نبقى عارفين بدايه الدوري امتى. ان انا كراجل مدير فني بحط اجنده مباراه وديه، مش عارف يعني لغايه، انا عامل لغايه يوم 13 مباراه وديه، يوم 13/9 عامل مباراه وديه. يمكن كنت عامل مع احد الفرق برضه في الدوري الممتاز، وفوجئت ان هم بيعتذروا، لان هم من خلالهم بيقولوا ان احنا سمعنا ان الدوري ممكن يبقى يوم 16 او 17، في حين سمعنا راي اخر ان الدوري لا، ده في اخر اسبوع في شهر 9. ففي عطله كبيره جدا بالنسبه لنا كمديرين فنيين في استعداد الفريق او الفرقه بتاعتنا. فاتمنى طبعا المسؤولين طبعا عن اتحاد الكوره او رابطه الانديه او لجنه المسابقات طبعا برئاسه الحاج عامر حسين، على الاقل يقول لنا الدوري هيبدا يوم كذا. وفي نفس الوقت برضو ما كانش فيما يمنع ان تتعمل القرعه بتاعه الدوري، على اساس ان انا اعرف اول فريق هقابله ايه، تاني فريق، لان انا ممكن تصادف ان انا هلاعب فريق مباراه وديه وهو نفس الفريق اللي هلاعبه اول مباراه في الدوري، ففي الحاله دي اكيد هتتلغي، يعني هو هيخسر وانا هخسر. فيعني انا شايف ان متاخرين جدا، كنا نتمنى يتحط الاول ميعاد بدايه الدوري. كلنا عارفين ان هو في شهر 9، بس يقال في نص 9، يقال في الاسبوع الثالث من شهر 9، يقال في الاسبوع الاخير من شهر 9. يعني شايف ان الموضوع مش صعب ان هو يتحدد ميعاده، وخاصه ان احنا كلنا عارفين ان الاجنده الافريقيه تم وضعها بالنسبه للانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، اجنده المنتخب برضو موجوده. لازم يبقى عندنا دوري منتظم، يعني احنا برضو بنقول كل موسم الدوري الموسم القادم هيبقى منتظم، بنفاجئ ان في عوائق بتجعل الدوري المصري غير منتظم. هو الدوري المصري قوي، يعني لازم نقول طبعا الدوري المصري بتاعنا قوي، انما في انديه تقدمت علينا، يعني احنا هو لم يتراجع، انما في انديه في دول ودوريات تقدمت علينا، اشتغلوا صح زي الدوري السعودي، زي الدوري الاماراتي، كدول عربيه، دول تقدموا علينا بشكل كبير جدا، قدروا ان هم يستثمروا الدوري بتاعهم بشكل كويس، قدروا طبعا امكانياتهم طبعا الماديه بتساعدهم بشكل كبير، قدروا يستقطبوا نجوم العالم، بدا الكل دلوقتي يلتفت للدوري السعودي خاصه. فدول هم درسوا بشكل كويس، وقدروا ان هم خلال موسم واثنين وثلاثه ان هم يوصلوا للي وصلوا له دول، انما احنا ما زلنا محلك سر، بنعتمد بس على اسماء الفرق الكبيره زي الاهلي زي الزمالك، بيراميدز اللي هم بيشاركوا في البطولات الافريقيه. فلازم اتحاد الكره عندنا او رابطه الانديه تفكر ازاي الدوري المصري يبقى قوي، ان ازاي يدعموا الانديه اللي هي امكانياتها قليله، عشان خاطر يبقوا في مستوى يقارب مستويات الاهلي والزمالك وبيراميدز والانديه اللي هي اصحاب الامكانيات. كل بيعاني بيقول لك مفيش امكانيات ماديه، ودلوقتي احنا عارفين الامكانيات الماديه هي الصرف وهي اللي بتستقطب اللعيبه سواء المصريين على مستوى عالي او سواء الاجانب. فلازم يبقى في مناقشه ما بين خبراء الكره في مصر والكوادر الاداريه العاليه، انها قضيه كبيره جدا، مش مجرد ان احنا بيخلص موسم ونبدا في موسم اخر، لازم نوجد حلول لهذه المشكله.